أهلا بكم. في عالم الأسنان لازم نفهم حاجة، المضاعفات أو المشاكل إذا أهملت، إذا طنشت، إذا ما رحتش لمنظومة طبية ملتزمة بالمعايير الصحية والطبية السليمة، فالعقاب قادم قادم، ستعاقب حضرتك. قد يكون العقاب عنيف مباشر سريع، وقد يكون العقاب متأخر شوية، بس برضو هيخليك تقول جملة: يا ريتني كنت رحت لدكتور الأسنان من بدري. قصة نشرتها الديلي ميل البريطانية لبنت اسمها ألكسندرا بيرس بادلي، عندها 29 سنة. جالها مشكلة في أسنانها عبارة عن التهاب، ثم تطور التهاب إلى وجود أبسس، إلى خراج تحت السنة، ألم شديد. رفضت أنها تروح أو طنشت أنها تروح لأي كلينيك قريبة منها. إيه اللي حصل؟ مشيت على مسكنات ألم لفترة ليست بالقصيرة. كانت خايفة، على حد تعبير نيل ميل، أنها تروح فيجيلها كوفيد 19 أيام ما كانت الكوفيد منتشرة في إنجلترا، وكانت النتيجة أنها فوجئوا أهلها بأنها متوفاة على سريرها في بيتها، بسبب زي ما قال الطب الشرعي الجرعات المتتالية اللي بقى لها فترة من مسكنات الألم. في ناس كتير بتتصرف بالطريقة دي. صحيح أنه هذا سيناريو سيء جدا، مفيش أسوأ من كده، الإنسان يفقد حياته بسبب مسكنات لأنه مش عايز يروح يكشف. لكن في بقى سيناريوهات تانية، الإنسان اللي وشه بيطبق نتيجة أنه مش عايز يروح يزرع سنان، سنانه فقدت ومطنش لأنها مش باينة، فوشه يبدأ يطبق ويطبق، يعني يفقد الكونتور بتاعه، يفقد الشكل الجميل بتاعه الشبابي بتاعه، خلاص يعجز. إنسان تاني يفقد سنان ويبقى فيه فراغات بين السنان وبعضها، فيلاقي شكل السنان في الآخر وصل لمرحلة صعبة جدا جدا، وبتلاقي في يوم من الأيام مش بقى سنتين ثلاثة اللي كان فيهم المشاكل، كل السنان وبدأت تفقد مرة واحدة. عدم الذهاب لمنظومة طبية في عالم الأسنان نتيجته وخيمة جدا 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 وخيمة، عشان تعرفوا معناها سيئة، عشان نعرف ان اللغة العربية في مصر بعافية شوية. النهاردة لقاء ممتع جدا مع ضيوف أعزاء جدا، الحقيقة اسمين مصريين متميزين للغاية، عملهم موجود في أمريكا وفي مصر كمان، وما شاء الله لهم شغل رائع جدا في أمريكا، فنقدر بالتعبير الأدبي المصري نقول طيور مهاجرة، ولكن موجودة في مصر باستمرار ما شاء الله، وأيضا ما شاء الله بتشكل جزء كبير من العمل العلمي للمصريين في الخارج. ده شيء بيشرفنا جدا. ضيوفي الاعزاء النهارده اسمين متميزين للغايه، طبعا الاستاذ الدكتور كارمي مايكل، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان واخصائي العلاج بالليزر، وعضو نقابه الاسنان الامريكيه، والاستاذ الدكتور ايهاب ماجد، زميل البورد الامريكي لزراعه الاسنان وزميل الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، والمؤسسين المركز المؤسس لمركز ريد وود لزراعه الاسنان بكاليفورنيا، واستشاري زراعه الاسنان بمستشفى الانجلو امريكان بالزمالك. طبعا النهارده لقاء ممتع جدا، لأنه أكيد لقاء يحمل العلم وأيضا يحمل الكثير من الرؤية الأدبية لعمل المصري لما بيبدع في بيئة خارجية. نشوف إيه الفرق ما بين اللي بيحصل في أمريكا واللي بيحصل في أمريكا. بالنسبة للناس اللي فقدت عظم الفك تماما وما بقاش حتى الطقم، ما بقاش عنده إمكانية إن هو يركب زرعات عادية، في نوع دلوقتي من الزرعات بيتركب في عظمة الخد اللي هي اسمه الزيجوما. طبعا محدش عايز يمشي من غير سنة أمامية يعني، فاللي احنا بنحاول نوصل له ان احنا السنة اللي بتتشال دي بيتحط في نفس اليوم الزرعة في مكانها، وبيتحط في نفس اليوم طربوش مؤقت بيبان اكنه سنة طبيعية، صعب انك تقول ان هو مش سنة. يعني عادة الزرعة العادية الطول بتاعها يتراوح ما بين 10 ل 13 ملي، دي بتبقى من 45 ل 65، يعني بتبقى تقريبا يعني قد المسطره مره ونص، يعني طولها طولها طويل لان المشوار طويل. اذا سكت سيكون يعني الاحداث امر وامر.
زي كلام مذيع الكوره يقول لك القادم امر وامر. العيان طبعا بقى بارشادات من ناحيه الاكل وانواع الاكل باكلها، بيروح من العياده بالسنان اللي ممكن ياكل عليها ويتكلم بيها وما يضطرش يبقى لابس طقم. الوعي اللي احنا محتاجينه منكم انك تبقى عندك الموتابيليتي، ان انت هتتحرك امتى، انت هتتحرك لما تعاني من ايه، تروح لفين، وتبقى عارف كويس جدا ازاي تعتني باسنانك. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي العزيزين في لقاء اكسترا اوردينري على الدكتور بس. النهارده هتستمتعوا بحوار ممتع جدا مع ضيوفي الاعزاء، الاستاذ الدكتور كارمي مايكل، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان واخصائي العلاج بالليزر وعضو نقابه الاسنان الامريكيه. اهلا بيك دكتور كارمي. اهلا وسهلا، منورني. وطبعا ضيف العزيز الاستاذ دكتور ايهاب ماجد، زميل البورد الامريكي لزراعه الاسنان وزميل الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان والمؤسس لمركز ريد وود لزراعه الاسنان بكاليفورنيا واستشاري زراعه الاسنان مستشفى الانجلو امريكان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، منورين. سعيد جدا بوجودكم في مصر. طبعا هنحكي اكيد ازاي، ايه ملابسات مصريين عايشين في امريكا بقالهم 25 سنه، عمل ما شاء الله جيد جدا، وايضا عمل موجود في مصر. هنحكي ازاي عاملين هذه الـ يعني المنظومه العلميه الرائعه، لكن هبدا بالاهمال. هبدا بقى يعني مع الدكتور ايهاب. الاهمال في التعامل مع الأسنان المفقودة وإهمال الزراعة، أن أنا ما روحش أعمل زراعة، وخصوصا لو كانت الأسنان في الجزء الخلفي من الفم، لأن المريض بيقعد يفكر يقولك ما مش باينة، أطنش دلوقتي وأروح بعد كده. ماذا سيحدث؟ السيكونس بتاعت الأحداث؟ للأسف يعني زي ما حضرتك ابتديت في الأول، التسويس البسيط ده اللي احنا بنطنش عليه ممكن يقلب لخراج ويعمل خراج مع الدرس وتحتاج حشو عصب بدل حشو عادي. لما نطنش على علاج الجذور نضطر نخلع السن، ولما ما نزعش السن بعد الخلع نضطر نخلع لجنبها، وبعد كده نوصل من الطقم الجزئي للطقم الكلي، ومن الطقم الكلي ما نعرفش ناكل لان العظم بيتاكل. فالموضوع اللي انا قلته ده عباره عن وقت، يعني بعد 6 اشهر، من كل 6 اشهر نوصل لمرحله بعد مرحله. فاحسن حاجه الوقايه خير من العلاج طبعا، واحسن حاجه ان احنا ناخد بالنا بالوعي للصيانه الدوريه كل 6 اشهر زي ما كل الدنيا بتعمل. اللي هو اذا سكت سيكون يعني الاحداث امر وامر، زي كلام مذيع الكوره يقول لك القادم امر وامر. طيب الزراعة بتتطور تطور كبير، يعني أكتر برانش في الأسنان بيتهيألي هو التجميل، هي الأسنان كلها فيها تطوير. إيه أحدث التطويرات اللي حصلت في الزراعة؟ حالياً بالنسبة للناس اللي فقدت عظم الفك تماماً وما بقاش حتى الطقم ما بقاش عنده إمكانية إن هو يركب زرعات عادية، في نوع دلوقتي من الزرعات بيتركب في عظمة الخد اللي هي اسمه الزيجوما. فالإمبلانت ده أو الزرعة دي بتركب في عظمة الخد، فبنقدر إنه نركب الأسنان ونحملها على عظمة، تبقى الإمبلانت محطوطة في عظمة الخد، عظمة الزيجوما. التشبيه اللي أقدر أقوله لك إيه؟ الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها مثلا دلوقتي محطوط عليها رجول من تحت، فتخيل ان لو ما فيش تحتيها ارضية نحط عليها رجول، ممكن احنا نعلقها بسلاسل وتبقى متعلقة في السقف فوق ونفضل برضو قاعدين عليها. يعني هو مش بالظبط قوي كده، لكن اقرب حاجة تشبيه لنوع الزرعة دي هو النوع اللي احنا شايفينه دلوقتي ده اللي احنا شايفينه. دي العظمة اللي هي عظمة الخد، عظمة الخد بالظبط. ممكن الزرعة تكون فيها نفسها بالظبط. والزرع يعني عادة الزرعة العادية الطول بتاعها يتراوح ما بين 10 ل 13 ملي، دي بتبقى من 45 ل 65، يعني بتبقى تقريبا يعني قد المسطرة مرة ونص، يعني طولها بتبقى طول طولها طويل لان المشوار طويل.
دي احدث حاجه في العالم دلوقتي، دي حاليا احدث طريقه بنقدر نعالج بيها الفك اللي بيبقى العظم بتاعه ضامر تماما. يس. اللي بيبقى فيها جمهور ده. دايما دلوقتي بنسمع تعبيرات زي الزراعه التي تتم في يوم واحد لبعض الناس المناسب ليهم، طبعا ده سؤال مهم، فعايزين نشرح يعني ايه زراعه فوريه او زراعه يوم واحد، والمين يصلح هذا النوع من الزراعه؟ زراعات اليوم الواحد بالنسبه للسنه غير بالنسبه للفك الكامل. بالنسبه للسنه الاماميه طبعا محدش عايز يمشي من غير سنة أمامية يعني، فاللي احنا بنحاول نوصل له ان احنا السنة اللي بتتشال دي بيتحط في نفس اليوم الزرعة في مكانها، وبيتحط في نفس اليوم طربوش مؤقت بيبان اكنه سنة طبيعية، صعب انك تقول ان هو مش سنة، والفترة بتاعت الست اشهر الاولانيين اللي هم اللي لسه والعظم بيتكون محاولين الزرعة بيتقلب لبورسلين كراون الطربوش الفنيحي. ده بالنسبة للسنة الأمامية. على فكرة أسهل عملية ممكن تتعمل بالنسبة للعيان. مفيش ورم، ساعات بنعملها إيفن من غير غرز لأن مفيش فتح. بالنسبة للفك الكامل بتتعمل بطريقة مختلفة، بيتعمل 5 6 7 زراعات، بيتحط عليهم الطقم المؤقت ثابت، والعيان طبعا بإرشادات من ناحية الأكل وأنواع الأكل بياكلها بيروح من العيادة بالسنان اللي ممكن يأكل عليها ويتكلم بيها وما يضطرش يبقى لابس طقم. أي مريض ممكن يعمل اي جراحه من غير مشاكل، يعني انا قصدي الحاجات الطبيعيه، يعني ما بيبقاش بيشرب سجاير 2 3 في اليوم، ما يبقاش عنده السكر التراكمي عالي وما بيخش باله من السكر، الحاجات الطبيعيه لاي عمليه الواحد يعني هي دي الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل، لكن اي مريض اندر كنترول او نظبطه قبل العمليه، العمليه دي ناجحه حوالي 95%. عظيم عظيم جدا. البروسيس بقى تمشي ازاي؟ يعني الخطوات نفسها بتاعت العمليه عشان الناس تفهمها. بيكون في كانه في سيمفونيه بتلعب الاول، اوكي، بس قبل ما تقعد وتسمع السيمفونيه بيكون في شغل تحضيري كتير بيحصل في الخلفيه. ف المريض بيجي بناخد منه كل المعلومات اللي احنا عايزها بكل سهولة، حاجات هو بالمعتاد والمألوف. ناخد الأشعة المقطعية عشان نعرف شكل العظم، حجم العظم، مكان العظم. بناخد أشعة جوه الفم، ناخد صور بروفايلات معينة لينا، فورمات نعملها، وبعد كده وطبعا التاريخ الطبي الميديكال هيستوري من العيان عشان نقدر نحدد اذا كان مناسب اللي هنعمله او لا. وبنتكلم مع العيان على الاختيارات اللي موجوده، اوكي، بالذات لعمليه الفك الكامل، يعني تغيير الفك الكامل. في اختيارات كتيره جدا. اذا عنده طقم مش عاجبه ممكن احنا نركب له 3 4 زرعات بيبقوا يقدر الطقم يتركب فيهم ويتخلع مثلا، او ممكن نركب زرعات بحيث ان الاسنان تتحط وهو ما يشيلهاش خالص، ما تبقاش متحرك. نتفق نشوف المريض ايه اللي هو عايزه، ايه اللي يحبه، وبعدين ناخد المعلومات اللي احنا جمعناها كلها. عندنا السوفت وير الكمبيوتر بتاعنا بنقدر نعمل منه الشكل المتوقع للأسنان المستقبلية مسبقاً، فبتبقى كل حاجة جاهزة. بنعمل كمان surgical guide، دليل جراحي، فممكن أنه نبقى عارفين الزرع هتخش فين بدقة شديدة جداً، ومجهزين الأسنان. ده بياخد مننا شغل إحنا في الخلفية، ده التمرين، ده البراكتس. وبتيجي يوم العملية بنجهز العيان، بنديله أدوية معينة زي مضاد حيوي وحاجات ضد الالتهاب والألم قبل العملية،
واذا احتاج ان هو يكون نعمل له سيديشن مش ينام بس يعني نهديه شوية مهدئات بحيث انه ده هو يعني عصبي او كان مخايف بالضبط بنجهزه بيجي قبلها نص ساعة ساعة ياخد الأدوية ويجهز في خلال ساعة ساعتين كل حاجة بتكون جاهزة فهو أول بيتصل أنا عندي كذا ينفع ما ينفعش تعال نشوفك يجي بناخد المعلومات نقعد نتكلم يمكن يكون في زيارة أو زيارتين قبل العملية يوم العملية كل حاجة بتكون جاهزة أوكي حتى بالكونتينجنسيز يعني مثلا لو قلنا محتاجين زرعات بأطوال وسمكات معينة ممكن يبقى معنا ست تاني أدخن أو أطول في حالة إذا كده وإذا في دليل جراحي بنحط الدليل بنحفر الحاجة بنركب الأسنان في خلال ساعة ساعة ونص كل حاجة تقريبا بتمشي كويس قوي 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 هرجع تاني للزراعة الخاصة بالزيجوم يعني الزيجوماتيك امبلانت مش كده؟ دي حلت مشكلة كبيرة عايزين نوضحها للناس احنا مرينا عليها في جملة لكن نشرح للناس الناس اللي كانت عندها مفيش عظم كانت بتعاني معاناة كبيرة وخصوصا ان زراعة العظم مكلفة وبتاخد وقت بالظبط يعني بدل ما المريض يخش في عملية وعمليتين والعمليات دي مش مضمونة والنجاحها مش عالي بنتفادى كل العمليات اللي قبل الزرعة وفي عملية واحدة من غير زيادة عظم بنستخدم السايجوما إمبلانتس علشان توفر التثبيت للطقم العملية أنا عارف الواحد يعني ما يقول عملية زرع في الخد دي تخد لكن معظم المرضى اللي بيعملوا العمليات دي دايما يقولوا احنا كنا متوقعين أوحش من كده وطبعا بنوفر الوقت والعيان بيخرج من العملية بأسنان لكن الطريقة الأخرى اللي هي تزود عظم وبعدين تحط الزرعات الموضوع ده بياخد سنة سنة ونص فتكلفة وقت وطبعا جراحات ومشاكل ممكن تحصل بنوفرها والجملة اللي حضرتك قلتها إنها ليها نسبة نجاح محدودة نسبيا إنه إحنا بنمر بأكتر من عامل أو أكتر من فاكتور هرجع تاني اللودينج اللي هو التحميل المنطقة الحتة دي حتة فنية قد واحد يتعمل له تعميل النهاردة قد واحد نستنى عليه شوية الحكاية دي عايزين نشرحها للناس حلو أكتر حاجة أقدر مثلا أقدر أستعمله هو فكرة العضل بتاع اللي في الجسم أوكي العظم نفس الحكاية ليه لما السنة بتقع العظم بيروح تخيل ان يد لا تستعمل العضل اللي فيها يضمر الفك اللي تخلع منه الاسنان العظم اللي فيه كمان يختفي والعكس صحيح لو خلعت السنه وحطيت الامبلانت الزرعه وحطيت الطربوش عليها وابتديت اعمل لودنج على خفيف العظم اكشلي بيتكون احسن وأقوى من أن أنا ما حطش يعني عليه في حالات طبعا ما بنقدرش نعمل لودينج على الزرع على طول بالذات لو في الأسنان الخلفية الضروس الخلفية بتتحمل ضغط كبير جدا جدا هي الطحن الأساسي هي المضغ الأساسي بالظبط فإن أنا يبقى عندي زرعة واحدة ورا وأحط عليها الطربوش في نفس اليوم انا مش بعمل حاجه صح يعني لكن في المنطقه الاماميه ده شيء كويس جدا لكن بالنسبه للفك الكلي اوكي الموضوع مختلف من ناحيه الفيزيكس بتاعته الميكانكس بتاعته مختلفه ليه لانه بنحط عدد زرعات اقل عدد زرعات يوضع 4 عاده ويجل يعني بنحط ما بين 5 ل 6 و بنربط الزرعات كلها بالأسنان اللي بنركبها وبيكون فيها حاجة
سوليد زي بار معدن او حاجه زي كده. فالزرعات اللي محطوطه في العظم ممسوكه كلها مع بعض، مش ان انت سايب كل زرعه لوحدها اي حاجه تحركها يمين شمال، ده لا، كلهم واقفين مع بعض وكلهم ممسوكين مع بعض. فاكشلي بيخفوا بسرعه وبيخفوا احسن ونسبه فشلهم بتكون قليله جدا. دلوقتي الاتجاه كمان هو انه يعني طعم الاسنان، مجموعه الاسنان اللي بنركبها على الزرعات في الاول في يوم العمليه بنقول عليها التامبري المؤقت، وفي خلال 6 شهور بنغيرها بالزرعات النهائيه الفاينل. اوكي، النهارده العمليات بتتعمل، بنركب المؤقت النهارده اوكي، وبنقدر ان احنا في خلال اسبوع نسلم العيان الفاينل وبيمشي بالفاينل، ونسبة النجاح بتبقى عالية جدا جدا وهايلة. يعني هرجع بقى لزراعة اليوم الواحد لان ده الترند في العالم كله دلوقتي، بس ليها سيتويشن معين، ليها حاجتين، اولا من يناسبها، ثانيا الادوات والمهارة والاكويبمنت اللي تخليني اقدر اعملها فعلا في اليوم الواحد. ما هي المسألة زي ما بيقولوا حمل، مسؤولية، لازم اتوافق اكون انا قد هذه المسؤوليه عشان اقدر انفذ الكلمه، ما بيبقاش بس اعلان. طبعا من اول حاجه اختيار الحاله المناسبه للايميديت امبلانت اللي هو زراعه اليوم الواحد. زراعه اليوم الواحد في حالات العظم مش مناسب للعمليه دي، فلازم نعملها بالطريقه المعتاده. في حالات صحية للمريض ما بتناسبش الزرعة، فلما الطريقة دي تستخدم مع مريض مش مناسب للحالة دي أو مش مستعد، ساعتها طبعا المشاكل والنجاح بتقل. لكن المفتاح في البروسيجر ده إن الحالة تبقى المنحلة المناسبة والعيان يتحضر، ونسبة النجاح بتعتمد كتير على المريض بعد العملية، لأن في إرشادات اللي يعملوا اللي ما يعملوش. يعني ما ينفعش العملية دي تعمله وبعدين يتشرب 2-3 سجاير في اليوم ما فيش اي تغيير. ما ينفعش ياكل ولكن يعني سنه طبيعيه، يعني اكن واحد مثلا بعد ما في كسر في العظم بيمشي على العكاز، مش هيقدر يمشي عليها على طول، وبعد العكاز بيمشي خفيف وبعدين بيمشي عادي. دي احسن طريقه الواحد بيشرحها للمريض. فما ينفعش رجلك تبقى مكسوره وتمشي عليها، هي موجودة وتستعملها بس ما ينفعش تتحمل عليها. فالإرشادات بتفرق كتير مع والتمريض قبليها وبعديها له دور جامد في الموضوع ده. إذن المسألة متوقفة على اختيار المناسب للمريض الذي يصلح له هذه النهاية. مثلا حالة زي كده نحكي كده، دي على فكرة مش حالة غريبة، دي حالة المريض اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه في الأول. حضرتك قلت بيخافوا ما بيروحوش، في طناش، في بعدين في مسكنات، في وبيقعدوا بالطريقة دي لغاية أما يجي يوم يا إما الوش يورم يا إما ما يقدروش ياكلوا يا إما حد من عائلتهم نفسها، يعني الأخ الأخت الزوجة الزوج الولد، يعني المريضة مثلا جت علشان حفيدتها قالت لها فين سنانك؟ دي أمريكية. أيوه أمريكية، قالت لها كده، قالت لها كده فين سنانك؟ فين سنانك؟ هي جت قالت أنا يعني أنا كنت ماشية، لكن السبب اللي أنا جيت عليه علشان حفيدتي قالت لي فين سنانك، أنا عايز أسنان كده على طول الواحد متحرك. بس ايه اللي حصل؟ زي ما دكتور كارمي كان بيتكلم على التحضير، في اشاعات وفي سوفت وير بلاننج بتخطيط للزرعه قبليها، شغل 8 ساعات بيخلص في مع المريض في عمليه واحده في ساعه ونص. لا واسنان حلوه جدا ولونها حلو، لا يعني اختياركم كمان للالوان رائع جدا وشكلها اتغير تماما. مش الشكل بس،
الشكل والشخصية والتعامل والحالة النفسية كل ده بيتغير. بس أنا هرجع تاني للصورة الأولانية في كاليفورنيا، ممكن حد يهمل للدرجة دي؟ بس ممكن يعني مش بس عندنا يعني. لا في كل العالم، في كل العالم، في كل العالم بيخافوا من دكاترة السنان مش في مصر بس. ما انت هتحكي لي يعني. بس طبعا التوعية بنحاول نعمل التوعية لقد ما نقدر، بس طبعا في توعية عن توعية في بلد عن بلد طبعا. هنا مثلا في الحالة دي احكي لنا القصة دي، دي حالة برضو بتقلي تجميل دي يعني أكتر منها زراعة. لا دي نفس الحكاية، نفس القصة، نفس القصة. نفس القصة إهمال. انت ما تقدرش يعني لو شفت لا يمكن تقول إن دي كانت دي، يعني إن الشخص ده هو الشخص ده. و كنا لسه بنتكلم في الموضوع انه احنا بنشوف ناس بتعيط اكتر ما الناس ممكن تتخيل، لانه اوقات كتير احنا بننيم العيان، بنعمل سيديشن، فهو بينام في حاجة ويصحى في حاجة تاني. يعني هو نايم اخر حاجة فاكرها كده وبعدين بيقوم الشكل مختلف تماما. فالناس بتبكي كتير جدا من الفرح. yeah. هنا مثلا دي حادثة دي ولا كانت ايه؟ خبطة دي كانت اعتقد كانت سنة كانت مخبوطة. تاريخ، وده على فكرة متكرر جدا، بيلعب باسكت على عجلة ووقع واتخبط في سنته، يعمل له علاج جذور. اوكي، بعدين تفضل قاعدة كم سنة، 10-15، بعدين السنة يبتدي لونها يبقى رمادي شوية، بعدين تبتدي السن تلخلخ. يقرر يروح للدكتور، يلاقي تحتيها في خراج كبير. طب هعمل ايه؟ يجي نبص عليه نلاقي انه الخراج اكل العظم، مفيش مكان تعمل فيه زي ما انت عايز. اوكي، فتشيل السن البايزة، تنظف الخراج كويس، اذا محظوظ وفي عظم كفاية بعد السنة بنحط الامبلانت ونحط بون ونقفل ونروح مركبين عليها طربوش مؤقت في الوقت ده، فيخرج كأنه لم يكن شيء. فحالة زي كده برضو ده كله، دي زرعة يوم واحد، كل ده وان دي، ده كله وان دي سيرجري، وان دي امبلانتيشن، يعني دخلت كده طلعت كده. قابلت الناس الصبح في البيت مع في الفطار بالشكل الاولاني، ورجعت اتعشت معاهم بالشكل الثاني. وده المؤقت، ده المؤقت كمان. يعني ده كمان الكراون، مش الكراون الاخير، البورسلين اللي هو بيبقى نفس اللي احلى بيكون. ما شاء الله ده حلو قوي، من غير جراحه، من غير غرس، دي على طول فلابلس. فتحه يعني، هي ما بيحسوهاش خلال. هي على فكره الزرعه نفسها بتاخد حوالي من 5-10 دقائق بالزبط. صح كده. البروسيدر قبلها بقى الاشعه وبتاع، ولا ده اللي بياخد وقت بالزبط. يعني اللي حاجات بالزبط. هنا مثلا احكي لي القصه دي. اكشولي كانت من التيم عندي، كانت بتدرس طب اسنان كمان، وكانت مساعده ليا، وكانت بتعمل التقويم. وبعد ما خلصت التقويم ابتدينا نشتغل على موضوع الزرع. اتولدت من غير السنان دولت، يعني السنان اللبنيه بعد ما وقعوا ما كانش عندها سنان بيرمننت. فظبطنا بالتقويم، ويوم العمليه حطينا الزرع وحطينا التمبري كراون، كانت فلابلس لان كان في عظم ومن غير غرز، وطبعا ما حسيتش باي التهاب واي وجع لان ما فيش فتح وما فيش غرز. لو رحت سؤال، في حالات نقول لها ما ينفعكيش زراعه، ولا الكلمه دي خلاص بقت تاريخيه؟ ما ينفعش زراعه عاده كتير منه بيتوقف على مريض، وفي ناس بيكونوا امينه يعني لما بنتكلم معاهم. لا انا فعلا مش قادر اوقف تدخين،
وبشرب علبة ونص وعلبتين في اليوم مثلا، 20 لـ40 سيجارة، ده يقتل يعني. فلازم يتحمل الإنسان، بيتحمل مسؤولية الشيء اللي بيعمله، زي ما حضرتك قلت في الأول العواقب وخيمة آتية آتية، مظبوط. فاللي هيعمل علشان يحسن الوضع هنعمل معاه، اللي مش هيعمل مش هنقدر نعمل معاه. لكن ده excluding مثلا حاجة من الموانع الطبية. في مثلا طلع في وقت من الأوقات إنه السيدات بيجي لهم هشاشة في العظام، فبياخدوا دواء معين عشان يزود كثافة العظام. بعد فترة ابتدى يكتشف إنه لما بيحصل أي خراج أو أي حاجة عملية تدخل، إنه العظم جوه الفك بيبتدي يموت ويتعفن بسبب الدواء ده. فلازم يحصل ريفرسل، لازم نرجع ده، ان العظم يرجع فيه كمية دم كفاية. انه فالناس اللي هي بتاخد الدواء ده وما زالت بتاخد الدواء ده، ممكن يكون ده كونترا انديكيشن، يعني يمنعنا من احنا لانه لو حطينا الزرعة هنتسبب في اذى اكتر بكتير من اللي هم فيه. فدي موانع. حد عنده سكر ولكن uncontrolled تماما، سواء لأسباب هرمونية مش قادر يعملها، أو لأسباب الإنسان مش قادر ومش ما عندوش الكنترول إنه هو يتحكم، فالهيلينج بتاعه مش هيكون predictable، مش هنقدر نتوقع الهيلينج بتاعه، فنخاف نحمله مسؤولية حاجة زي كده. بعض أمراض السرطان ومرضى السرطان اللي أخذوا علاجات معينة وتعالجوا بالأكس راي وخدوا radiation لفترة يعني، وبرضو ممكن جدا يكون صعب ان احنا نعمل لهم الزرعات كده. فدي في رأيي هي الحالات اللي احنا ما بنقدرش نتدخل فيها. اعتقد المرضى انه حضرتك عملت لي زرعة خلاص، هي مسؤوليتك بقى خلاص، ما هي انت زرعت لي حاجة وعملت لودينج عليه، انا ليس علي اي مسؤوليات، هل هذا الكلام حقيقي؟ هو السؤال اللي بيتقال بيسأل بطريقه اخرى، الزرعه دي هتقعد معايا قد ايه؟ فالرد دايما بيبقى واحد، الرد بيعتمد عليك على المريض. لو اهتميت بالزرعه وتابعت الارشادات واتعودت على موضوع الصيانه، واي حاجه مشكله تحصل تبان في الاول نعالجها، الزرعه دي ممكن تقعد معاك طول حياتك. لكن تعمل زرعة وتعملها زي السنة اللي اتخلعت، لأن اتخلعت علشان ما كنتش بتنظفها وما كنتش بتعمل صيانة ليها، يعني ما فيش حاجة تبقى أحسن من ربنا عملها. فلما يبقى المريض عنده زرعة ويهملها زي ما زرع ما أهمل السنة، مش تقعد. نورته. شرف لينا ضيفي العزيزين الاسماء المتميزه للغايه، الاستاذ دكتور كارمي مايكل، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان وعضو نقابه الاسنان الامريكيه. نورت دكتور كارمي، سعيد جدا بوجودك. شكرا دكتور ايمن. والاستاذ دكتور ايهاب ماجد، زميل البورد الامريكي لزراعه الاسنان وزميل الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان ومؤسس لمركز ريدود لزراعه الاسنان بشمال وجنوب كاليفورنيا، استشاري زراعه الاسنان بمستشفى الانجلو امريكان، نورتنا وشرفتنا. بلا شك حوار ممتع للغاية، لكن يبقى دائما جزء المهم جدا هو انك لازم يكون عندك وعي. الدكتور كارمي قال جملة مهمة جدا، الوعي ليس مجرد ان انت تعرف الاحدث في الاجهزة وانواع واكثر الانواع تميزا في سيتي سكان وفي الاساليب الاحدث في عالم التجميل زي الفينير وانواعها وانواع الماتيريال، ده مش المقصود بس بالوعي. الوعي ده درجة، النوع ده من الوعي ده يعني نقدر نقول لكشيريس شوية، ده نوع فاخر. لكن الوعي اللي احنا محتاجينه منكو انك تبقى عندك الموتابيليتي، ان انت هتتحرك امتى، انت هتتحرك لما تعاني من ايه وتروح لفين، وتبقى عارف كويس جدا ازاي تعتني بسنانك. الجزء المسؤول عليه الهوم وورك بتاعك، انت عارف هتنظف سنانك ازاي، وفي تنظيف تاني مهم جدا هتعمله عند دكاترة الاسنان. اما انك تقعد بسنتين ثلاثة ما تروحش لدكتور اسنان، ده مش وعي، هو ده بقى الجهل بعينه. خليكوا دايما مع دكتور.